مرحبا والله ومسهلا. شلونكم يا الربع طيبين؟ انتم ناقصين، ما انتم ناقصين يعني عددكم ناقص. احنا كاملين وكامل الله. عددكم ناقص. ها؟ ليه؟ ما تشوف كحكحة وحاجة. بالعكس يا اخي اليوم الجو براد والجو زين. الجو برا برا علينا برا. والله ان الجو زين، لا برد. برا برا. يا رب باذن الله باذن الله. وشيك؟ لا لا اليوم 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 برد برد. يقول محريم بالخير. باردات. لا ان شاء الله تنطر على الرجال ان شاء الله قاعد يقطع الحور. وين فين وين؟ قاعد تشرب بارد. اقول لك تنطر على الرجال قاعد يقطع الحور. ماذا وقتها؟ صادق. الترجمه انه يقول الله يجيب الخير ان شاء الله ويجيب امين. طيب وين الشباب الباقيين يا رب؟ انا ما نبادين شيء. ترى مساعدك ابو هادي ولا ما نبي نتكلم من ذا الحين. ابي اخذ الله يبقيكم عنذركم ابي اخذ واعطي مع الشباب اللي يطلع ابراهيم. ابي اشوف وش سووا برا. اللي يطلع ابراهيم الليله ولا يطلع اخونا النجم سلطان وضيف الله وبندر و والله انهمكم وش سويتوا يا الربع؟ علموني سويتوا برا. بغى يقول الدفين يبغى يطلعني. خيال البن مدعي وعبد الله اسلم. اقول طلعنا من عند اخواننا ورحنا عند هنا وجمهورنا اللي يحبنا. ادعم ادعم لا انت يا ابو هادي حلو. وابشرك الامور طيبه وكم يوم عودنا صوبهم عليه الحمد لله المعنويه زينه. لا انا داري بالشيء ذا. بس انت ايش حصلت يوم طلعت؟ حصلت برا الكلمه الطيبه من الجمهور ومن المتابعين سواء المتابعين ولا من جمهور اخواني الموجودين. والله من يوم تحس ان حياتك تغيرت؟ والله من يوم رحت ورجعت اقسم بالله العظيم ما ودي افك الجوال من كثر الكلام اللي يجيني واتصالات يجيني وكلها كلمه طيبه يا سلام ومحبه انها شجعتني واني ندمت اني ما دخلت البرنامج من زمان. من طيبك يا ابو سعد والله تستاهل يا سلطان خير لك. وانت يا ضيف الله والله ابو سعد الحمد لله ما يوم منا طلعنا وشفنا الجمهور والكلام الزين والخير اللي كاتبه لنا الله برا ما ندمنا بالخروج. واحيانا يقولون الخير فيما يختاره الله والحمد لله ولكن حنينا هم الفوز صراحه هم الفوز وهم راس المال. لكن ما نخفيك ان حنينا واشتقنا ان نرجع لكن هي اليه مسابقه والحمد لله على كل حال. الحمد لله تستاهل والله يضيف الله كل خير. طول بعمرك. اسلم يا بندر. سلمه. مرحبا والله ومسهلا. الله يبقيك طول عمرك. والله طلعنا طال عمرك انا كنت اول شهيد. و ايه هو طلعت انت البخ. البخ البخ. بندر يرجع يقول لي فقرتك البخ. اسلم اسلم. الحمد لله رب العالمين لقينا الجمهور ولقينا المحبه ولقينا سهلون والله. لكن محملين حمل كبير. يبون مركز يبون منصب يبون تعيين والله يكتب الخير ان شاء الله. وش مركز؟ تستاهل كل خير. هذه شيء كلها اقدار من الله سبحانه وتعالى. وعلى ما قال والله ان الفوز هم مكسب الجمهور ان شاء الله باذن الله. احنا رحنا رفحه. شلونكم يا رب؟ احنا رحنا رفحه.